خليل بيحذر أمير من الوقوع في حب خولة، مفاجآت قوية جدا في أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل العميل. وقال له ابعد عن خولة، انا عارف انك انت ممكن تكون وقعت في الحب. رد وقال له انت هنا من بدري؟ قال له ايوه انا سمعت كل كلامكم، حاسس انك انت قد بدأت تقرب منها وتحبها، يا ريت بلاش ابعد عنها، ابعد عن الحب دلوقتي، وكمان ما تنساش ان دي بنت عدوك، بنت ملحم اللي شردك انت وشرد مستقبلك وكمان خطف اخوك ومنعكوا ان كنتوا تكونوا سوا. بعد كده بنشوف امير بيقوم من النوم بيلاقي خولة نايمة، وبعد كده بيلاقي ملحم جاي فبيصحيها وبيقول لها ان ملحم موجود، فقامت على طول تجري عشان تستخبى لكنها نسيت التليفون بتاعها في الصالة. كان رايح ملحم ومعاه كمان كمال علشان يقول لهم انتوا الاتنين لازم تتصافوا مع بعض، وكمان بيعاقب امير بيقول له الفترة دي هتشتغل سواق لابني ومراتي. فكمال قال له يلا العقاب بتاعك حلو جدا اهو، يعني طبعا ملحم يعني هيأمنك على بيته أولاده يعني فرت تكون مبسوط. طبعا أمير قال له ماشي تمام أنا هعمل اللي أنت عايزه، بس صدقني هتثق فيا بعد كده وهتلاقيني فعلا يعني كفء لده. بعد كده بيمشوا وبيروحوا بيدي الخولة التليفون بتاعها وبيقولها شكلك اتوترتي. قالت له مش توتر ولا حاجة عادي، بس يعني كنت هقول لبابا أنا هنا ليه، يعني ما كنتش عايزة أفسر يعني الموضوع وكده، وكمان أنا جيت بإرادتي ومفيش أي مشكلة بالنسبة لي. بعد كده بيقوم وسمن النوم لأنه كان نام أصلا عند ميادة لما شغل اللعبة وكانت مطلعة موسيقى وبعد كده نام عليها وميادة سابته وغطته كمان، ففاق طبعا من النوم وحس ان هو في بيت غريب، فراح وغسل وشه واعتذر جدا للنور ان هو بات هنا. يعني قالت له فعلا انت ضايقتنا جدا، وهزرت معاه وقالت لي يلا بينا نفطر في الجنينة علشان طنط ميادة عاملة اكل وكمان هتشرب احلى شاي. بعد كده كمال كان اخد باله ان امير بيخبي التليفون من يعني وراه، فعرف ان التليفون ده اصلا ممكن يكون بتاع خولة، فراقب الوضع لحد ما ملحم مشي ورجع يراقب المكان وعرف فعلا ان خولة موجودة عند امير. فضل يراقبها من بعيد وشافهم منسجمين جدا مع بعض، كانوا قاعدين بيتكلموا وكانوا منسجمين ومقربين من بعض. كمال شاف المنظر ده وكان متضايق، كمال المفروض ان هو راجل ورئيس عصابة الا انه بيعيط لما شاف المنظر ده، لانه من الواضح جدا ان هو بيحب خولة حب خفي ما قالهاش على يعني الحب ده. بينما بيروح بعد كده وسام بيفطر مع ميادة وبتفتكر ابنها أمير وبتغلط في اسم وسام، بتقوله يا أمير وبتبكي وبتستأذن بعد كده وبتمشي. فبيسأل وسام ايه اللي عمله أمير تاني، ردت نور وقالت ما عملش حاجة بس هو مسافر بره البلد دلوقتي، وطنط ميادة مش قادرة ان هي يعني تروح علشان خاطر تطمن عليه علشان كده مشغولة عليه شوية. ميادة كانت بتعيط وبيحاول وسام ونور ان هما يهدوها، بينما بنلاقي بعد كده ان امير بيتكلم مع خليل وبيقول ان هو مش هيقدر يجيب اي معلومات عن الراجل الجديد تبع ملحم، وده لان عشان خاطر يعني خلاص خلوه سواق وطبعا مش هيكون معاهم في الشغل بتاعهم. لكن العميد خليل قال له لازم نشوف حل، قال له خلاص نحط كاميرا مراقبة في المحل اللي هو موجود فيه. وطبعا كان خايف العميد خليل لكن طمنه امير وقال اكيد هيفهم ان انت اللي عملت ده وهيبقى حسابك معاه، اكيد مش هيشك فيا. يعني بعد كده بنلاقي ان امير بيقرر ان هو يروح على البيت ويطمن امه، ووسام بيكون اصلا قاعد مع ميادة ونور وبيقول ان هو لازم يجي بالليل علشان يخرج ميادة شوية علشان تغير جو. وهو خارج شاف امير داخل البيت، وساعتها امير قال له بتعمل ايه هنا؟ قال له انا جاي حقق في الموضوع بتاعك، موضوع الطلقة اللي في دراعك ولا انت نسيت؟ قال له مالكش دعوة بعيلتي وامشي من هنا. ساعتها جت ميادة وأول ما شافت أمير حضنته وكان وحشها كتير ولمته إن هو مش بيرد عليها في التليفون وإن هي كانت قلقانة عليه جدا. قال لها إن هو بخير وإن هو تمام وإن مفيش أي حاجة يعني وحشة. نام في حضنها فضلت تبكي. بعد كده بتحط إيدها على كتفه اتوجع، قالت إن في أكيد حاجة، قالت له لازم توريني بالظبط إيه اللي في دراعك. وساعتها قال لها مفيش حاجة في دراعي، لكنها أصرت تعرف وعرفت أمير بالفعل اتكلم في ان هو التليفون مع عامل العميد اصابه، خليل وعرفت وطمن منه إن كمان ان الأمور هو تمام مضروب بالرصاص وإنه قدر وعرفت يزرع له لحد امتى جهاز هتفضل كده. التنصت ومحدش المره الجايه حس هيموتوك بحاجة، بجد، وقال إن هو وميادة لازم قالت يروح على كفايه الغابة علشان الشغل اللي يدور انت على صوته بتشتغله الأخوي. وابعد عن ملحم وأمير راح ورجال، فعلا فعلا علشان خاطر هيموتوك يدور على المره صوره الجايه. أخوه، لكن انا المفروض لازم إنه اروح قدر دلوقتي حالا يدور ولا واقول شاف لملحم إن ان هو هو لازم لازم يبعد يبعد عنك عنك وما وما شغلكش قال له معاه. ان الصوره لكنه معاك، وقفها وقال لها مش هتروحي، وقال لها هتروحي على جثتي. وكان واقف قدامها
وساعتها طبعا ما قدرتش ان هي تروح، استاذن ومشي. وبيجيله بعد كده اتصال من عبود وبيقول له روح علشان خاطر تبدأ شغلك كسواق عند زوجة ملحم. وبالفعل راح علشان خاطر يشوف شغله. وخليل بيقول له وسام جهز نفسك عشان هنروح ونقتحم المحل بتاع ملحم بتاع الكباب علشان نفتشه. وساعتها وسام طبعا مسكتش وراح وقال لملحم ان هما جايين يفتشوه. بينما بعد كده امير بيروح علشان خاطر يشوفهم عايزين في ايه يعني. وراح بالفعل، والخادمة قالت للست زوجة ملحم تكلم السواق. ساعتها خرجت واتكلمت معاه بمنتهى التكبر وقالت له ان هي مش خارجة النهاردة، وقالت له يجي من بكرة علشان خاطر يوصل ابنها الصغير على المدرسة. قال لها ماشي تمام وخرج. ولما سأله عبود في ايه قال له مفيش حاجة، الست مش هتخرج النهاردة، ملحم بيكون قاعد في البيت وعبود بيعزم امير علشان يجي ياكل معاهم كباب، وقاعدين بياكلوا في المحل. وطبعا ملحم كان عنده خبر ان الشرطه هتيجي عشان خاطر تفتش وعامل احتياطاته كويس جدا. خليل بيقتحم المكان وبيقول لهم مجاني يفتشوا، وملحم طبعا بيتريق عليه وبيكون مش طايقه. وخليل بيبدا ان هو يفتش وفتش امير بنفسه، وامير قال له بتفتش بنفسك؟ لكن طبعا كان خليل بيحط له حاجه في الجيب بتاعه. وبعد كده بنلاقي ان خليل بيبدا يفتش هو ورجالته، بينما وسام بيتكلم مع أمير، لأن وسام كان بيقول لملحم اسكت لما كان بيتكلم كتير، وطبعا وسام بيعمل كده طبعا قدامهم بس. أمير حاول إن هو يسكت وسام وكانوا هيتخانقوا مع بعض، لكن بعد كده حاولوا يهدوا الموقف بينهم ملحم ورجالته. وخليل بيبدأ يفتش. خليل بعد التفتيش مش بيلاقي حاجة وبيكون متغاظ جدا، وملحم بيقول له ها لقيت حاجة؟ قال على فكرة مش هسيبك في حالك وهمسكك وهتبقى في السجن لوحدك، ودع مراتك بقى وابنك. وساعتها قال له اعمل اللي انت عايزه. كان بيتكلموا مع بعض بمنتهى التحدي ورجالته كلهم حواليهم. بعد كده بيستأذن خليل وبياخد رجالته وبعد كده بيمشي، وامير بيخرج علشان خاطر يتكلم في التليفون. امير كان بيتكلم مع خليل علشان يطمنه ان الامور تمام وانه قدر يزرع جهاز التنصت عند المكتب بتاع ملحم، وقال ان هو هيروح كمان عند الغابة علشان يدور على صورة اخوه غسان اللي ضاعت منه، وبيكون مراقبه وسام. وبيروح وبيدور مش بيلاقي حاجة، لكن بيلاقي وسام مستنيه هناك وماسك في ايده الصورة.